يمنع الحوثي المعاملات الربوية في البنوك التجارية، لكنه يشجع قادته على السطو ومصادرة أموال المودعين. أدلة جديدة كشف عنها تقرير حديث لمنظمة مبادرة استعادة اليمنية تشير إلى تورط 20 قياديا حوثيا في عمليات سطو واسعة طالت ودائع في البنوك التجارية تقدر بمئات المليارات من الريالات، وتسببوا بإفلاس عدد منها. كما كشف التقرير عن فداحة تأثير القرار الحوثي بمنع المعاملات الربوية على البنوك التجارية، والذي جمدت وصادرت بموجبه الميليشيات أكثر من 3 تريليونات ريال يمني، هي إجمالي ودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي بصنعاء. الميليشيات وفق التقرير نفذت إجراءات غير دستورية لتجميد حسابات البنوك ومصادرة الودائع وفوائدها ومنع البنوك من تحصيل أي فوائد. ويبين التقرير أن الميليشيات دمرت القطاع المصرفي لصالح منشآت الصرافة التابعة لها، حيث قيدت عمل البنوك بالكثير من التوجيهات المتناقضة. كما أنشأت الميليشيات مئات من شركات الصرافة وفتحت لها حسابات خاصة لتوريد عائدات مشتقات الوقود وزودتها بكتلة نقدية تفوق خزائن البنوك. كما كشفت منظمة مبادرة استعادة اليمنية عن سطو ميليشيات الحوثي على أكثر من مليار دولار من حسابات أكثر من 3000 شخص من معارضيها. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.